السلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. على الرغم من أن الزيجات تواجه الكثير من التحديات، إلا أن الزواج المختلط يمثل مشكلة خاصة، لأن النزاعات التي تصاحبه دائمة تكون دقيقة للغاية. في الواقع فهذه الاختلافات التي يجلبها الزوج أو الجوز معهما تصبح أكثر إشكالية مع مرور الوقت، بدلا من جو ديني مشترك يشكل اتصالا يمكن أن يساعد الزوجين خلال الأوقات العصيبة التي تحدث في أي علاقة. فإن الاختلافات الثقافية وطريقة التفكير تتسبب دائما في تفاقم التوترات في الزواج وتفاقمها، فما بالك إذا كان الزوجان ينتميان إلى الوسط الفني كما هي حالة الفنانة بسمة بوسيل وزوجها تامر حسني. نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مقطع فيديو وهي تغني أغنية مؤثرة لبلدها المغرب، وذلك بعدما بعدت عنها طويلا بسبب توقف حركة الطيران وبسبب كذلك فيروس كورونا. بسمة أرفقت المقطع الغنائي بتعليق على حسابها على انستغرام، حيث كتبت: بلادي هي المرايا التي أرى بها نفسي، اشتقت للمغرب وقدمت بهذا المقطع الغنائي لأنني اشتقت للمغرب كثيرا. خليكم في الدار، تحيا بلادي، يا رب يحفظ المغرب وشعبها. الفنان تامر حسني زوجها حاول مواساة زوجته بتعليق قال فيه: أعرف أنك اشتقت لبلدك وكذلك اشتقت له، وأن إحساسك رائع في هذه الأغنية، وأنك تقومين بغنائها فهي أغنية جميلة. تحية كبيرة من كل قلبي لشعب المغرب العظيم. يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل قد اعتزلت الغناء لإتمام زواجها من النجم المصري تامر حسني الذي اشترط اعتزالها الفن. تامر حسني وبسمة بوسيل أعلن زواجهما عام 2012، وقد رزق الثنائي بابنتهما التالية 4 مايو 2013 ثم أنجب أمايا 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجين ابنهما الثالث آدم أكتوبر 2018. الزواج وإنجاب 3 أبناء لتامر حسني لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال التصميم الأزياء وأطلقت خط أزياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل والغناء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.